الارتجاف الأذيني شنو؟ عادة عندنا أذين وبطين، الأذين يضخ للبطين وبعدين البطين يضخ للجسم، فالقلب ينبض بهذه الطريقة. الأذين إذا ارتجف يسوي كذي، وهذا يضخ بعدم انتظام. إذا الأذين ارتجف والدم ما تحرك بالصورة الطبيعية يلف بمحل الدم، وإذا لف الدم بمحله وما تحرك بفترة طويلة عادة الدم يتجلط. التجلطات هذه ممكن إنها تنتقل من الأذين مع ضخ الدم إلى البطين وبعدين ينطلق. فهذه الجلطة ممكنها تحوش الرأس، تصيب المريض بجلطة بالرأس، ممكنها تروح الريل تصيبه بجلطة بالريل، ممكن تروح أي مكان ثاني. هلا أبو حمد. هلا بالغالي. شانك؟ شفت شان؟ اي سير شريف شان طيب. شان تمان اطلع انا، لان انا ادري اذا طلعت هالحزه طريق نص ساعه، اذا طلعت هالحزه طريق ساعه يصير. فطلعت سبع ياخذني تيكس مي ان اور تو جيت تو ذا هوسبيتال. السلام عليكم. كنا بيمشي اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي اوكي جود. Is happy. So room 6 and room 13. خلاص I'll go and see them. اوكي. لا تحاتي. والاكل الشهيه راح تجد ان الشهيه صفر. هذا شيء ايه هذا شيء طبيعي، فانا اللي اقوله حق المريض واللي اقوله حق اهل المريض. اللي يحب ياكله سووا له اياه. تحب مثلا شنو؟ تحب مجبوس؟ اكل مجبوس. اذا انت تقول لي والله هذا في دهن، ما يخالف، انت ايش كذب تاكل من المجبوس؟ تاكل قنشه؟ تاكل لك لقمتين. اقول لك قد تفتح الشهيه. بالضبط. فاللي تبيه اكله، ايش ما تشتهي اكله، ما عدا الاشياء بقلاوه كنافه، هذه اولا ترفع لك السكر، ما منها فائده، ماكو فائده غذائيه يعني فيها. عمليه القلب تجرى بتوصيل المريض بمضخة صناعية أو قلب صناعي أو ما يسمى بالإنجليزي كارديو بولمونري باي باس مشين. الماكينة هذه شلون تشتغل؟ أول شيء نحط تيوب داخل القلب ياخذ الدم اللي واصل من الجسم للقلب ويوديه للمضخة. المضخة هذه تاخذ ثاني أكسيد الكربون، تحط بالدم أكسجين، وبعدين ترد الضخة ثاني مرة بالأورطة أو الشريان الأبهر. بالطريقة هذه نقدر إحنا أن نوقف القلب، نسوي العملية اللي نحتاج أن نسويها، وبعدين نرد نشغل القلب مرة ثانية. مثل ما قلت أنا بالسابق، القلب يظل مكانه، ما يتحرك، ما نشيله من مكانه، ولكن يظل مكانه. نسوي العملية اللي نحتاج أن إحنا نجريها، وبعدين نوقف القلب الصناعي ويرد القلب يضخ للجسم بصورة طبيعية. عاوز سكربز حق ميثم. ساعة أبل ما أدري إذا أحد يدري، ولكن أبل مؤخراً صار في بينهم تعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية، وهي من أكبر الجامعات الأمريكية. التعاون هذا هدفه شنو؟ إنهم يبون يستعملون ساعة أبل لتحذير المرضى ومراقبة نبض القلب مالهم، علشان إذا صار عندهم عدم انتظام يبلغون المريض راجع طبيبك أو شيء من هذا القبيل. العدم الانتظام اللي قاعد يدورون عليه اسمه الارتجاف الأذيني. ومن الصدف أن أنا كنت في النادي قاعد أسولف مع واحد من الشباب، فياتني واحدة من المشتركات بالجيم قالت لي أنت دكتور قلب صح؟ قلت لها إيه. كانت تقول لي ساعتي كانت لابسة أبل ووتش، قاعد تطلع أن نبضي 130
بس أنا ما قاعد أتمرن وما قاعد أسوي شيء. كنا غريبة، كنا وايد، صح ولا لا؟ قلت لا إيه صح. أنا ببالي شنو قلت؟ يا أخي هاي الساعة خربوطية، كأنها مو دقيقة بقياس نبض القلب. فقلت له أعطيني إيدك، أعطيني إيدك. المهم أعطتني إيدها، قعدت أحس النبض ماله، ولا بالفعل عندها ارتجاف أذيني. فأنا قلت يعني هذا الشيء خلاني إن أنا أقول واو صراحة، أرفع القبة على أبل، مو دعاية مدفوعة الأجر لا، ولكن سبحان الله شلون أصبحت التكنولوجي تقدر إن هي تساعدنا في مراقبة حياتنا اليومية وتحسين صحتنا. شيء ثاني أبل سووه وتوهم قبل أسبوع ناشرينه في إحدى المجلات اللي مجلة الباتنت أو الاختراعات العلمية، مخترعين طريقة يخلون ساعتهم الأبل ووتش تقيس ضغط الإنسان، فمو بس النبض راح تقيس ضغطك. أتوقع هذا يا أما يطلع السنة الجاية أو السنة اللي وراها الاختراع هذا، وهو ما زال غير موجود. الشيء الأخير اللي الفود اند دراج ادمنستريشن سووه اللي هو الـ FDA أو الجهة الرسمية المناطة بمراقبة الأدوية والاختراعات الطبية، عطت ترخيص مبكر. ترخيص مبكر شنو؟ عادة إذا الواحد طلع جهاز الـ FDA يختبر الجهاز وبعدين يسمح للشركات بإصداره للمرضى، ولكن هالمرة الـ FDA راح لشركات كبيرة مثل أبل، جوجل، سامسونج، بالإضافة إلى شركات أخرى ما أذكر أساميها الحين. قال حق الشركات أنا راح أعطيكم أنتوا كشركة واللي تبون تطلعونه طلعوه، راح أعطيكم early release أو early approval، موافقة مبكرة على أساس أن تسرعون في عملية إصدار الأجهزة الطبية للناس. فهذا شيء وايد وايد أنا excited about، وايد interesting الصراحة.